نتحول إلى شأن تركيا، حيث بثت منصات تركية معارضة فيديو يتضمن مداهمة شرطة رجب طيب أردوغان لمنازل رئيسات البلديات التابعة للشعوب الديمقراطية بالأسلحة، قائلة إنه على وجه الخصوص نرى منازل رئيسات البلديات النساء التابعات لحزبنا حيث تجرى مداهمتها بالأسلحة الثقيلة. وتأتي تلك الممارسات في ظل تصاعد الأعمال القمعية التي تمارسها السلطات التركية ضد المعارضين الأتراك وتزايد أعداد المعتقلين في سجون أنقرة خلال الفترة الراهنة. نتابع. Özellikle kadın eş başkanlarımızın evleri ağır silahlarla basılıyor, kapıları balyozlarla kırılıp kadın arkadaşlarımızın kafasına silah dayanıyor. En son bunun örneğini Ahmet'te Sur Belediye eş başkanımız Filiz Buluttekin ve 10 yaşındaki çocuğunun kafasına silah dayayarak onların tek adam siyasetinin erkek şiddetine kolluk gücüyle serkeşlik yaptığını bir kez daha gördük değerli arkadaşlar. Elbette ki bu kabul edilir bir durum değildir. Halkın iradesiyle seçilen bütün belediye eş başkanlarımız bu şekilde gözaltına. لا نزال في تركيا واستمرارا لأساليب أردوغان القمعية تجاه الصحفيين وكبت الحريات اندلعت احتجاجات للعاملين في جريدة جمهورية تركيا المعارضة على استهداف الجريدة بعدما قال مقدم البرامج بقناة موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعونا نتجمع ونلقي قنبلة يدوية أمام جريدة جمهورية، حيث تأتي ذلك التصريحات أو تلك التصريحات في ظل سياسة القمع التي يمارسها أردوغان ضد الصحفيين والزج بهم في السجون بجانب غلق العديد من الصحف التركية. الصحفيون الأتراك حملوا لافتات مكتوب عليها لن تصمت جريدة جمهورية ولن نخضع للتهديدات، فيما علق ممثل تركيا في مراسلون بلا حدود على دعوة مقدم قناة أقد تي في الموالية لأردوغان أن الدعوة لهجوم أو ارتكاب جريمة على شاشات التلفاز وفي وسائل الإعلام نزولا لمستوى منحدر وأمرا مخيبا للأمل. لمزيد من التفاصيل حول ما يتعلق بوضع الحقوق والحريات في تركيا ينضم إلينا عبر خدمة سكايب السيد إبراهيم كابان الكاتب الصحفي، ينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين. سيد إبراهيم أرحب بك على إكسترا نيوز. وهذه الأخبار ربما تأتي كلها وجميعها في سياق الممارسات الدكتاتورية والقمع المفروض على الصحفيين وعلى الحقوقيين والنشطاء في تركيا من قبل نظام أردوغان، كيف تقيم هذه الممارسات وفي أي سياق يمكن أن نضعها؟ بعد التحية لكم ولمشاهدي إكسترا نيوز. بالتأكيد أن النظام التركي حقيقة يعني هو يرتكب الفواحش السياسية والأمنية داخل تركيا، يعني هو لديه أزرع كثيرة حقيقة خارج تركيا وداخل تركيا، يستخدمها في الخارج سواء في الاحتلال شمال سوريا أو مناطق أخرى، وأيضا هناك ذراع يعني شديد جدا في داخل تركيا يستخدمها في التخلص من المعارضة. حقيقة المعارضة الحقيقية التي تتشكل في تركيا أو التي تشكلت أو التي تتوقف أمام أطماع أردوغان الداخلية، يعني كما بالتزامن مع أطماع أردوغان الخارجية التوسعية هناك أطماع داخلية في القضاء على المعارضة التركية. حقيقة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا يقود المعارضة الحقيقية داخل البرلمان التركي وفي شارع التركي، بالتزامن مع بعض التحركات أخرى لحزب الشعب الجمهوري الذي حقيقة لم يترجم إلى آلية حقيقية لمواجهة نظام تركيا، ولكن حزب الشعوب حقيقة يقود حربا يعني سياسيا داخل تركيا أمام أطماع الداخلية لأردوغان. يعني التصفيات الداخلية سواء كانت على المستوى الإعلامي أو مستوى الحقوقيين داخل تركيا أو مستوى السياسي الخصوم، يعني هناك رؤساء بلديات، هل من المعقول أن يكون هناك حكومة تقضي على حزب من خلال رؤساء بلديين طبيعيين يديرون الامور المدنيه داخل المدن ويتم القاء القبض عليهم من خلال الدبابات والمدافع؟ اذا عمليه في داخل تركيا هي تجاوز الفواحش الامنيه والعسكريه والسياسيه التي طالت جميع الدور داخل تركيا وخاصه المعارضه السياسية المتمثلة بحزب الشعوب الكردي. إذا كانت هذه أو رؤساء البلديات يتم انتخابهم في تركيا، لماذا بشكل رسمي طبعا وبشكل قانوني وشرعي في تركيا وهم رؤساء بشكل بلديات بشكل شرعي، لماذا هذا الهجوم من قبل شرطة أردوغان عليهم وإحالتهم ربما للقضاء وتلفيق تهم موجهة إليهم؟ هي
هي سلسله يعني سلسله منذ 4 أعوام بدات بالرئيس الحزب المشترك صلاح الدين دمرتاش القابيه في السجون التركيه، والرئيسه رئيسه الحزب الاخرى التي ايضا هي في السجون التركيه، وايضا سلسله طويله طالت عدد كبير من رؤساء البلديات وقاده حزب الشعب حزب الشعوب الديمقراطيه الكردي في تركيا. مجددا يعني رفع مستوى الاعتقالات، اذا كان هناك اطاله لجميع المعارضين السياسيين وايضا الاعلاميين واغلاق القنوات الكرديه والتركيه داخل تركيا. اذا هذه المره هو العنف المركز الذي يستخدمه النظام التركي حيال المعارضه التي ترفض سياسات تركيا بالخارج وفي الداخل، وايضا هناك اشكاليات اقتصاديه في الداخل، وايضا هناك هزات اقتصاديه وهزات امنيه. الرئيس التركي والنظام التركي يحاولون من خلال استخدام اله القمع الكرد في تركيا شماعه لتهدئه القوميين داخل تركيا، يعني هناك الشارع التركي حقيقه يتحرك ضد الظروف الاقتصادية التي يرتكبها نظام أردوغان داخل تركيا بالتزامن مع الدونكيشوتات التي يستخدمها تركيا خارج تركيا. إذا في الداخل هناك وضع اقتصادي مزري داخل تركيا، كيف سيتم يعني تعمئة أو تخمئة هذه الأمور من خلال الاعتقالات والحديث عن أن الرئيس البلدية الفلانية هو تابع للإرهاب فلان. الرئيس التركي نفسه يدخل في مفاوضات مع أي طرف داخل تركيا عندما يجد أن ذلك سيكون في خدمة حزبي ونظامي، وبالتزامن مع ذلك يعتقل أي رئيس بلديات حزب خالد. نعم، هذا السلوك من قبل أو سلوك القمعي من قبل أردوغان لا يتوقف ولا يقتصر على فقط الأعضاء أو رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي طبعا، لكنه أيضا ينسحب إلى أكرم إمام أوغلو وهو رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز وانتصر على حزب أردوغان لمرتين متتاليتين مرة واحدة. أكرم إمام أوغلو يتهم أردوغان ونظام النظام التركي وحزب العدالة والتنمية بأنه يضع الكثير من العوائق لتحول دون إجراء الكثير من المشروعات والبنية التحتية والأساسية داخل إسطنبول، وبالتالي ربما تؤثر على رصيده الشعبي داخل البلدية. يعني عصبة الاقتصاد التركي السياحية داخل اسطنبول، كان النظام التركي يستخدم هذه الاموال لمشاريع خارجية او مشاريع في دعم التطرف داخل المجموعات المتطرفة خارج تركيا. هذه الامور ايضا توقفت، يعني هذا التمويل الذي كان يستخدمه من خلال جمع الاموال من خلال المساجد داخل اسطنبول او من خلال الاموال البلدية التي كان يستخدمها النظام التركي في مشاريع دونكيشوتية لأردوغان. لذلك بعد ان ذهبت عنه هذه البلدية بالتأكيد سيكون يعني توجه الضاد لأوغلو والغير أوغلو، يعني أوغلو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري ونجاحه في مدينة إسطنبول كان أيضا بمساعدة حزب الشعوب الديمقراطية التي يعني صوتت له داخل إسطنبول حتى تم نجاحه. إضافة إلى ذلك مواقف أوغلو حتى هذه اللحظة جيدة ضد النظام التركي، هو كشف تماما عملية التزييف التي كان يستخدمها النظام التركي المتمثلة بحزب العدالة والتنمية. بالمناسبة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول أيضا تلقى ضربة شديدة ايضا بعد تقسيمه بين داوود اوغلو وبين اردوغان، يعني هناك ضربات تنظيميه وضربات اقتصاديه وضربات امنيه تلقاها نظام اردوغان وحزبه حزب العداله والتنميه. نعم. اعتقد يعني في المستقبل القريب سيكون هناك حاله تضييق جدا على النظام التركي وايضا حول الدائره المغلقه حول هذا. التصرفات الامنيه التي يقوم بها النظام التركي سواء في اسطنبول ضد اوغلو، وايضا كان هناك تهديدات حقيقه القنوات المعارضه في اسطنبول، ليس فقط اغلاقها، يعني هناك مجموعات مسلحه تابعه لحزب العداله والتنميه خارج الجيش والامن والشرطه. هذه المجموعات هم الملتحون الذين يتبعون لحزب العداله والتنميه والمجموعات المتطرفه، يستخدمون اليات عنفيه ايضا ضد المعارضه سواء في الشارع، يعني هناك حقيقه خشيه للمعارضه الديمقراطيه داخل تركيا من التصفيات الجسديه لتعود تركيا الى الدوله العميقه التي كانت قبل التسعينيات بحق الاحزاب الكرديه التي قام التراكون المعروف بتصفيه. سيد ابراهيم، البعض يرى ان هذا السلوك التركي في الداخل يمتد ايضا وينسحب على الخارج عندما يمارس اردوغان والنظام التركي وحزب العداله والتنميه ما يسميه البعض بسلوك البلطجة في شرق المتوسط ومحاولة فرض أمر واقع رغما عن الدول المتشاطئة في هذه المنطقة. يعني بالتأكيد يعني السلبطة التي يعني يستخدمها أو يعني يحاول أن يستخدمها النظام التركي من خلال علاقاته سواء الدولية سواء المحيط الإقليمي سواء الداخلية حالة متكاملة. يعني النظام التركي يتحرك وفق حالة متكاملة، الضغوط الأمنية في داخل على المعارضة، إسكات المعارضة،
تصفيات المعارضه، اعتقال كل من يعارض سياسه اردوغان في الداخل، وايضا بالتزامن في الخارج ايضا دعم الحركات المتطرفه سواء في سوريا والعراق وليبيا واي منطقه في الشرق الاوسط لزعزعه الامن واستقرار في تلك المنطقه، محاوله تثبيت وجودي في الشمال السوري في مناطق محدده من اجل اقامه اقليم تركماني لصالح التركمان الاخور الذي جاء به من الصين، يعني هي تحركات عامه، وايضا زعزعه الامن في البحر المتوسط، شرق المتوسط، يعني هناك تحرك تركي حقيقه، يعني تركيا تحاول ان تخلق ان تجعل نفسها شرطي بحر المتوسط حتى يحصل على الاخوه الخوه كما يقال في اللغه العربيه، المال لتمرير الانابيب النفطيه في هذه المنطقه او الغاز في هذه المنطقه. لهذا يعني هو حاله متكامله، النظام التركي يتحرك على المستوى الداخلي والخارجي ضمن سياقات محدده واستراتيجيه واضحه، وتخريب وزعزعه امن استقرار داخل تركيا وخارج تركيا. لكن سلوكه في شرق المتوسط ربما تتفق معي، هو لا يهدد ولا يزعزع هذه المنطقة التي تضر الدول العربية فقط، لكن تضر أيضا بعض الدول المتعلقة والمرتبطة والتي هي عضو في الاتحاد الأوروبي. لا يخشى أردوغان من مواقف الاتحاد الأوروبي سواء كانت عقوبات اقتصادية أو مواقف سياسية من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه ممارساته غير الشرعية في شرق المتوسط؟ هو خلق بلبلة في خارج تركيا من أجل الضغط داخل تركيا. هذا يعني يتحرك تركيا، يعني النظام التركي على هذه من وهذا الموال في داخل تركيا وخارجها، بالإضافة إلى ذلك يرمي حجاره في البحر المتوسط، استفاد منها استفاد، لم يستفد وزائل زائل، يعني هذا النظام أي للسقوط لا يمكن، لأن الظروف الداخلية التركية والظروف المحيطة بتركيا الإقليمية والدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، علاقات تركيا مع الدول الغربية أصبحت في حضيضا في وضع يعني يرثى له، لهذا أعتقد هو يحاول أن يزعزع الاستقرار في البحر المتوسط من خلال التحركات الإعلامية وعقد صفقات مع المتطرفين سواء كان ليبيا أو شمال سوريا، نقل المتطرفين من شمال سوريا إلى ليبيا لإقحامهم في حرب من أجل تقسيم ليبيا وتدمير ليبيا، يعني هذه العمليات التي يقوم فيها النظام التركي هو بالضبط ولفائدة الداخل التركي، وأيضا يتلقى صدمات في الداخل التركي، لهذا أعتقد هو تحت غطاء التحركات الخارجية ودعايات كبيرة حول البحر المتوسط وسيفعل كذا وكذا من أجل الدخل الداخل، وأيضا فتح مجال جديد له من أجل العلاقات، يعني الواضح أن النظام التركي في تقليص واضح، وأيضا يعني الدائرة المحيطة السياسية الدولية والإقليمية أصبحت ضيقة حول الرئيس التركي، لهذا يعتقد من خلال تصريحات وتحركات الدنكشوتية خارج تركيا والضغط في داخل تركيا يعيد هيبته من أجل أن يقول ها أنا موجود ها أنا مستمر، ولكن في الواقع الرئيس التركي وأيضا الحاشية التي تسمى حركة إخوان المسلمين المتطرف في المنطقة التي تتبع لحزب وحزب العدالة والتنمية هم في ضيق قوي جدا داخل تركيا وخارج. نعم، هو يتدخل في الشأن الليبي ويتدخل في الشأن السوري ويرسل القوات موجودة حاليا بالطبع في سوريا ويقوم بالاعتداء على الأراضي السورية في الشمال السوري، وينذر ويتوعد ويهدد بإرسال قوات تركية إلى أيضا إلى ليبيا لدعم الحركات المتطرفة والإرهابية في طرابلس. كل ذلك يحدث رغم وجود أوضاع اقتصادية متدهورة في تركيا. في الموازنة الحالية التي وافق عليها البرلمان وطبعا وافق عليها حزب العدالة والتنمية، نلاحظ أن هناك مضاعفة للإنفاق العسكري، ما تسمى في الموازنة الإنفاق الدفاعي لتركيا. كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض ما بين التدخلات الخارجية التي بالطبع تكلف الكثير من الأموال الباهظة والوضع الاقتصادي المتدهور في الداخل؟ المشكلة في تركيا، وأنا كررت عدة مرات على هذه قناتكم الكريمة، المعارضة التركية المتمثلة بحزب الشعب الجمهوري هي معارضة منافقة حتى هذه اللحظة. لديها قوة شعبية جدا داخل تركيا، وأيضا لديها إمكانيات داخل البرلمان. إذا انضمت هذه المعارضة لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، سيشكلان معارضة حقيقية بوجه سياسات أردوغان الخارجية والداخلية. شاهدنا في البرلمان إعطاء الرخصة لأردوغان مجددا في التدخل في ليبيا ودعم الحركات المتطرفة، وشاهدنا أيضا الحزب الوحيد الذي لم يصوت رفض التدخل في ليبيا هو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وما تبقى الأحزاب الباقية صوتت، يعني إشكالية النفاق في المعارضة المتمثلة بحزب الشعب الجمهوري التركي حتى هذه اللحظة مستمرة. أعتقد السياسة الخارجية التركية والداخلية ربما قد يكون أيضا حزب الشعب الجمهوري لو كان على الحكم ستحرك بهذه التناقضات التي تحصل. بالإضافة إلى ذلك هناك تناقضات دولية، الاتحاد الأوروبي حقيقة هناك النفاق في الموقف الأوروبي، هناك النفاق في الموقف الإيطالي الداعم للمتطرفين في
ليبيا. مقابل ذلك هناك موقف فرنسي رافض او موقف الماني رافض لدعم المستضيف في ليبيا. هناك ايضا نفاق في الموقف الاوروبي. النظام التركي الحالي هو يحاول الاستفاده من هذه التناقضات الدوليه في المنطقه حقيقه، بالاضافه الى ذلك الاستفاده من التناقضات. هناك تناقضات داخل تركيا، البعبع الكردي الذي دائما يستخدمه نظام اردوغان لاجل تخويف المعارضه حزب الشعب الجمهوري، هو ايضا احدى الذراع والاليات التي يستخدمها من اجل اسكات هذه المعارضه. يعني هذه تركيبه، هذه التناقضات يستفيد منها النظام التركي وحزب العداله والتنميه، بالاضافه الى هناك جيش من المرتزقه الذين صنعتهم او اسستهم حزب العداله والتنميه، سواء يتم ارسالهم الى الشمال السوري او الى ليبيا او اخراجهم من الشمال السوري عبر الطائرات ارسالهم الى ليبيا لاساسات امن في ليبيا. بالاضافه الى ذلك الاموال القطريه ايضا حتى هذه اللحظه هي احدى القوى التي يستفيد منها اردوغان لاجل زعزعه الامن في المنطقه. نعم، إلى أي مدى صحة الرأي القائل بأن أردوغان يحاول تكوين مشهد تكوين موقف في ليبيا مشابه ومماثل ربما للموقف في سوريا عندما دعمت القوات الروسية طبعا والجيش الروسي الحكومة السورية الشرعية في سوريا، هو يحاول إعادة وتكرار هذا المشهد ربما في طرابلس أو في ليبيا باختلاف طبعا الآليات وباختلاف المواقف الرسمية للدول؟ هو خطط النظام التركي خطط نفسها، يعني هو دعم المتطرفين وجماعات المتطرفة سواء كانت جماعة إخوان سميت الإرهابية وأيضا القاعدة. يرتكز النظام التركي في تعامله مع الأحداث أو مع الظروف الاقتصادية والسياسية الخارجية من خلال هذه الآلية، يعني هو عندما يهدد الاتحاد الأوروبي بإرسال المتطرفين إلى أوروبا وأيضا يستخدم نفس الآلية. عندما يتدخل في ليبيا ويستخدم المتطرفين في سيطرة على طرابلس والنفط وبعض المصادر المالية وربما الذهب التي تم نقله إلى تركيا من خلال الطائرات التركية، أيضا هو إحدى التكتيكات التي كان نفسها يستخدمها النظام التركي في الشمال السوري. البعبع الكردي الذي يتغنى بها النظام التركي في الشمال السوري وذاته البعبع حكومة حفتر في ليبيا، يستخدم نفس التكتيكات الاستراتيجية في ليبيا. وأيضا هناك حديث عن وجود روسي أيضا في ليبيا، هو نفس التكتيكات. يعني عندما نلاحظ هذه الاستراتيجية التي يستخدمها النظام التركي هي نفس الاستراتيجية، نفس المشهد من الشمال السوري ينقلها إلى ليبيا. وهناك مساعدة دولية حقا لهذه الأطماع التركية. في الشمال السوري رأينا اتفاقيات روسية مع تركيا، وأيضا رأينا الرضوخ أمريكي أو سكوت أمريكي لسياسات احتلالية تركية كما حصل في رأس العين والأبيض خلال هذه المنطقة. هذه السياسة إذا نقلت إلى ليبيا حقيقة ستكون ليبيا في ظرف غير جيد، وأيضا سيكون هناك سبب لتقسيم ليبيا كما حصل في الشمال السوري، وكما الآن يستخدم النظام التركي المعارضة المرتزقة السورية لإقامة حكم تركماني في شمال سوريا، سيستخدم نفس الآلية في طرابلس وفي ليبيا من أجل زعزعة أمن ليبيا وأيضا تقسيم ليبيا. هو استراتيجية نفسها والمشهد نفسه. نعم، وهي كلها أطماع تركية بطبيعة الحال في المنطقة سواء كان في سوريا أو في ليبيا أو عدد من الدول التي يحاول أردوغان التدخل فيها سياسيا من قبل النفوذ أو حتى عسكريا من قبل قواته والأطراف أيضا المشاركة لهذه القوات من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة. على كل، السيد إبراهيم كبان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، حدثتنا من العاصمة الألمانية برلين، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا.